طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. من موقع المشاهد نت: اتفاق السويد لم يوقف المدافع في الحديدة. ومن موقع الشرق الأوسط: الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته الأجنبية. ومن أخبارنا المنوعة: 100,000 دولار جائزة لمن ينجح في الابتعاد عن هاتفه الذكي لمدة سنة كاملة. أهلا بكم. ألم يوافق الحوثيون في السويد على تبادل المعتقلين؟ إذن لماذا لم تتوقف المحاكمات غير العادلة والتهم والأحكام تجاه من سيفرج عنهم بعد أيام؟ يبدو وفقا للموقع بوست أن لا شيء سيتم في ملف المعتقلين. وعنوان الموقع: ميليشيا الحوثي تحيل 25 مختطفا من المدنيين إلى النيابة الجزائية. أحالت ميليشيات الحوثي المعتقلين المدنيين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بعد قضائهم أكثر من عامين في المعتقل والإخفاء القصري. وقررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات وبدون موعد مسبق أو إبلاغ محاميهم عقد جلسة محاكمة لمعتقلين كانت النيابة قد أحالتهم سابقا لمحاكمتهم بتهمة مساندة العدوان. كان موقع المشاهد نت من أكثر المواقع الأخبارية اهتماما بمشاورات السويد، وأبدى تفاؤلا في تغطيتها لسير المشاورات، لكن الواقع مختلف. ومن عناوين هذا الواقع: اتفاق ستوكهولم لم يوقف المدافع في الحديدة. وقال الموقع أنه على الرغم من الاتفاق حول وقف القتال في مدينة الحديدة وسحب القوات منها، وذلك بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد، إلا أن أصوات المدافع لم تخفض في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر. وتؤكد الأخبار القادمة من المدينة الساحلية التي يترقب سكانها هدنة يفترض أن تكون في يومها الرابع، إلا أن لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص والمدافع، حيث شهدت المدينة لليوم الثالث على التوالي اشتباكات متقطعة في أحيائها الشرقية والجنوبية. وقال سكان محليون للمشاهد إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة في حي 7 يوليو جنوبية المدينة والأحياء الشرقية للمدينة، حيث مناطق التماس بين قوات الطرفين. وأشار السكان إلى أن الوضع على الأرض غير مطمئن رغم توقيع الاتفاق حول الانسحاب من الحديدة، لافتين إلى استحداث الحوثيين لمزيد من التحصينات والحفريات في مواقع التماس جنوب وشرق المدينة، ما قد ينذر بأن تشهد المدينة جولة جديدة من القتال العنيف. واتهمت القوات الحكومية المشاركة في العمليات العسكرية بمدينة الحديدة مسلحي جماعة الحوثيين بخرق الهدنة التي تم الاتفاق عليها برعاية أممية في السويد. نصائح هامة يقدمها الكاتب العربي المعروف ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل إلى اليمنيين، ويحثهم على عدم تفويت فرصة السلام وأن يقدموا التنازلات، مؤكدا أن قرار إنهاء الحرب ما زال يمنيا. وقال الكاتب في جزء من المقال: يحتاج اليمني إلى ما يضمن توفر الغذاء لعائلته، وإلى انتظام توجه أولاده إلى المدارس وعودة الحد الضروري من الأمن والحد الأدنى من الخدمات. يحتاج إلى الشعور بوجود سقف واحد يستطيع اليمنيون العيش تحته، حتى لو اختلفوا فيما بينهم واختلفوا معه، ولا سقف في النهاية غير الدولة والشرعية مهما بلغ حد التمزقات والتباينات. لا يحتاج اليمنيون إلى من يذكرهم بمخاطر العيش بلا دولة تبسط سلطتها على كامل أراضيها. الدرس الصومالي لا يزال مفتوحاً وبليغاً، وأخطر ما يمكن أن يصيب بلداً من البلدان هو أن يعتاد العالم على رؤيته ممزقاً وغارقاً في دمه، يعجز عن إنقاذ نفسه ويقاوم رغبة الآخرين في إنقاذه. نسي العالم الصومال الذي ينزف، يتذكره أحياناً حين تتصاعد الممارسات الفظة للقراصنة مهددة حركة الملاحة. والدروس تفيد بأنه من الصعب إرغام الشعوب على إقامة السلام إن لم تتخذ قرارها في هذا الاتجاه.
يستطيع العالم محاصرة النار المشتعلة في أحد المسارح، يستطيع أيضا فرض وقف لإطلاق النار، لكن السلام يبقى صناعة داخلية أولا وأخيرا، وحصانة أي بلد تبدأ من قرار أبنائه بالعيش معا ودفع الأثمان التي يترتبها هذا القرار. العودة من الحرب أصعب بكثير من الوقوع فيها، تنجب الحرب مرارات لا يسهل القفز فوقها، ثم إن المتحاربين في بلد ممزق تتضاعف حاجتهم إلى الدعم الخارجي، وهكذا يجدون أنفسهم في خضم نزاعات تفوق طاقاتهم وأحجامهم وقدرتهم على التأثير فيها. لهذه الأسباب يبدو اتفاق ستوكهولم فرصة يرتكب اليمنيون خطأ فادحا إذا تسببوا بإضاعتها لاعتبارات غير يمنية، فرصة لوقف المواجهات الدامية، وفرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير جديا في خطوات ملموسة للخروج من الحرب، الخروج من متاريس المواجهة وقواميس الكراهية إلى البحث في اللقاء داخل المؤسسات وتحت سقف القانون وفي يمن يتعايش مع جيرانه وفق مبادئ الأخوة وحسن الجوار واحترام المواثيق الدولية. ما يزال تفجير المنازل واقتحام القرى وترويع أهلها أبرز مهام ميليشيا الحوثي في إدارة المناطق التي تسيطر عليها ويعنون موقع الصحوانت. ميليشيا الحوثي تقتحم قرية في يريم بإب وتختطف 7 مواطنين. وقالت مصادر محلية للصحوانت أن ميليشيا الحوثي اقتحمت قرية الجرين بعزلة بني سبأ بمديرية يريم شمال محافظة إب واختطفت 7 من أبناء القرية واقتادتهم إلى أحد سجونها بمبنى الأمن السياسي بمدينة إب. وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من عملية اختطاف بقرية ذي إشراق بمديرية السياني جنوب محافظة إب، وبعد أيام من اعتقال الميليشيا لمدير مجمع عمار بن ياسر التربوي بقرية بيت مشرح عبده مسعد صالح. ويتابع الموقع، تمارس الميليشيا الحوثية الاختطافات بالتزامن مع إعلان اتفاق السويد والذي يتضمن في أهم بنوده الإفراج عن المختطفين والمخفين قصرا. تقع قرية الغويرق الساحلية على الخط المؤدي من مدينة الخوخة إلى مدينة الحديدة، وتتبع إداريا مديرية التوحيتة التابعة لمحافظة الحديدة غرب البلاد، ويعيش أهلها مع النازحين القادمين من مناطق أخرى بسلام. إلا أن ميليشيا الحوثي خلفت لهم ما يخافون منه وتعنون صحيفة الأيام. قرية بالحديدة سكانها مهددون بالألغام البحرية. تفيد الصحيفة أن أهالي القرية يتصفون بالكرم رغم فقرهم، ومصدر دخلهم الوحيد هو الاصطياد، بينما في أيام الرياح الشديدة لا يستطيعون الدخول إلى البحر ويأكلون الأسماك الصغيرة المجففة والخبز المطهي فقط. كان أهالي الغويرق يعيشون بسلامة وبساطة منذ سنين طويلة، معتمدين على ما يحصلون عليه من أسماك البحر القريب منهم، لكن بعد أن دخل الحوثيون قريتهم أصبحوا يعيشون في جحيم بسبب بطش جماعة الحوثي. إلى جانب الخوف الشديد الذي يسيطر عليهم جراء قصف طيران التحالف العربي لأهداف حوثية تتواجد في القرية، لا سيما وأن الحوثيين كانوا يستخدمون الزوارق البحرية في الشواطئ القريبة من القرية، ورغم تمكن الجيش من طرد الحوثيين لأن هناك مشاكل ظلت تلازم السكان والمتمثلة بالألغام البحرية التي زرعتها الميليشيا. عندما تدقق النظر في وجوه سكان قرية الغويرق وفقا لصحيفة الأيام، فإنك ترى الحزن والخوف كيف يسيطران عليهم، خصوصا بعد أن فقدوا العديد من أبنائهم بسبب الألغام البحرية، متخوفين من الألغام البحرية التي ما زالت في محيط القرية. سوف يظل ذلك البائع المتجول الفقير مرتبطا دائما بالربيع العربي وعواقبه الجيدة والسيئة منها على حد سواء، ويصادف اليوم ذكرى إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده ليشتعل الوطن العربي بأكمله. وقد كتب مصطفى الفتوري مقالا أعادة الغد نشره. يصادف يوم 17 كانون الأول ديسمبر الذكرى 8 لانطلاق ما يسمى الربيع العربي الذي بدأ في تونس قبل أن ينتشر إلى باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ذلك اليوم من العام 2010 أضرم محمد بوعزيزي النار في نفسه بعد مشاجرة بسيطة مع الضابط شرطة،
وهو الحادث الذي أدى إلى اندلاع ثورة الياسمين التونسية وأشعل بالصدفة ثورة كبيرة ما تزال تؤثر على المنطقة برمتها. وقد توفى البو عزيزي متأثرا بجراحه في كانون الثاني يناير 2011 من دون أن يعرف ما حدث في بلده وفي البلدان الأخرى، حيث كان الملايين من أمثاله يواجهون صعوبات مماثلة مثل الافتقار إلى الحرية والبيروقراطية الحكومية والفساد والمصاعب الاقتصادية والفقر المزمن. كان محمد البو عزيزي بائعا متجولا بعمر 26 سنة مع وصول محدود إلى الأسواق في مدينته سيدي بوزيد في وسط تونس، وكان يبيع الفاكهة والخضار لدعم عائلته. كانت تدير تونس في ذلك الوقت وكالات أمنية فاسدة ووحشية والتي تنافست مع بعضها البعض. لم يكن بوسع البو عزيزي أن يتخيل أبداً أن احتجاجه بتلك الطريقة عن طريق إيذاء الذات ضد ظلم محلي سيؤدي إلى مثل هذه الموجات الصادمة والهزات الارتدادية التي تجاوزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وألهمت الملايين من الناس في أماكن أبعد. ربما يكون الربيع العربي قد جلب التغيير الذي تمس الحاجة إليه إلى تونس، لكنه لم يحل المشاكل الاقتصادية التي كانت القوة الدافعة وراء قيام الاضطرابات في المقام الأول. بات اسم الجنرال الهولندي باتريك كامبريت الاسم الأكثر تداولا في الأوساط السياسية اليمنية كما تقول العربي الجديد، وذلك بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن أن العسكري الخبير في الشؤون الأفريقية سيقود قوات أممية معنية بالإشراف على تهدئة في مدينة الحديدة في إطار الاتفاق الذي أعلنته الأمم المتحدة في ختام مشاورات السويد. لكن تفسير ما تم التفاهم حوله في مشاورات السويد بشأن الحديدة يختلف بين الحكومة الشرعية والحوثيين، كما أن للوسيط الأممي تفسيره الخاص على نحو يجعل الوضع في مدينة الحديدة مفتوحا على كافة الاحتمالات. مصدر يمني مقرب من الوفد الحكومي المفاوض كشف في حديث مع العربي الجديد أن الجانب الحكومي لم يكن يعلم بشأن خطوة الأمم المتحدة بالإعلان عن قوات أممية على اعتبار أن الاتفاق كان يتحدث عن مراقبين، ويفترض أن يفضي إلى انسحاب مسلحي الحوثيين من موانع الحديدة والصليف وراس عيسى ومعها المدينة. لكن الجدل بشأن الموضوع عاد مع إعلان المبعوث الأممي أمام جلسة خاصة حول اليمن عقدها أعضاء مجلس الأمن الدولي، حين دعا إلى إنشاء نظام مراقبة لتطبيق الهدنة في الحديدة، وقال إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامبريت الذي سبق أن قاد بعثات للأمم المتحدة وافق على ترأس آلية المراقبة. ترى الحكومة أن اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة يؤدي في محصلته إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وتسليم السلطة الشرعية مسؤولية الأمن وإدارة المؤسسات بشكل كامل. في المقابل قال رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبد السلام إن المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة هي وقف العمليات العسكرية وانسحاب قوات الشرعية التي وصلت لأطراف المدينة، أما المرحلة الثانية فهي إزالة المظاهر المسلحة للقوات التابعة للجماعة وليس انسحابها. في اليمن قتال عنيف وغارات جوية على الرغم من الهدنة، هذا ما عنونت به صحيفة لوموند الفرنسية مقالها عن اليمن والذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس، وذكرت عن مسؤولين موالين للحكومة والسكان أيضا أن غارات جوية ومصادمات عنيفة وقعت في الحديدة رغم التهدئة التي تم التوصل إليها يوم الخميس 13 من ديسمبر الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة. وفقا لمسؤول مؤيد للحكومة فقد قتل ما لا يقل عن 29 مقاتلا بينهم 22 من المتمردين الحوثيين في هذه العمليات، لكن وفقا للصحيفة لا يمكن تأكيد هذه المحصلة من مصدر مستقل في هذه المرحلة. وصف أحد سكان الحديدة عبر الهاتف هذه الاشتباكات بأنها عنيفة، مضيفا أن ضجيج الطائرات التي تحلق فوق المدينة قد سمع طوال الليل. هل تموت الديمقراطيات الراسخة؟ تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله في صحيفة العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه. السترات الصفراء في باريس، فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي،
بينما تنجو رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي من العزل ومخاطر سحب الثقة من حكومتها. مشاهد ثلاثة من ثلاثة بلدان يصنفها الباحثون ديمقراطيات راسخة هي فرنسا وأمريكا وبريطانيا، ويمكن النظر إليها جميعا بطريقتين مختلفتين. الأولى أنها تعكس أزمة عميقة تواجه الديمقراطيات فكرة وفلسفة لممارسة السلطة، كونها تكشف تحولات جوهرية لم يكن أحد يتوقعها قبل سنوات قليلة. أما وجهة النظر الثانية فترى أن المشاهد الثلاثة تعكس حيوية الديمقراطية، آلية حكم فعالة وقادرة على تصحيح أخطائها. كلا وجهتي النظر تحملان بعضا من الوجاهة والمنطق، فأنصار الأولى والأقرب إلى التشاؤم بشأن مستقبل الديمقراطية يرون أن الديمقراطية قد تموت، ليس نتيجة استيلاء العسكري على السلطة كما كانت الحال في النصف الثاني من القرن العشرين، وإنما من خلال الأدوات الديمقراطية ذاتها، وأهمها الانتخابات التي يمكن أن تأتي بنخب غير ديمقراطية تقوم بتغيير قواعد اللعبة كي تستمر في السلطة. أما أنصار وجهة النظر الثانية فيرون أن لدى الديمقراطية من الآليات والإجراءات والتقاليد ما يجعلها قادرة على استعادة توازنها بعد أن هددتها الحركات والأحزاب والشخصيات السلطوية أو الشعبوية كما هي الحال الآن. وفي الوقت الذي تمر فيه الديمقراطيات بوعكة صحية في مهدها الغربي حالياً سوف تتعافى منها آجلاً أو عاجلاً. تتصاعد السلطويات المتوحشة في بلدان ومناطق أخرى من العالم العربي الذي بات يمثل مدرسة قائمة بذاتها في صناعة الاستبداد، وهي الصناعة التي تحاول السلطويات العربية ترويجها وتصديرها إلى الخارج، سواء بتخريب المؤسسات والثقافات الديمقراطية في البلدان الراسخة ديمقراطياً في أوروبا وأمريكا، أو من خلال شراء تدمير ديمقراطيات ناشئة كما فعلت السعودية والإمارات مع الربيع العربي. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في أكثر أخبارها قراءة: الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته الأجنبية. وقالت الصحيفة إن الرئيس العراقي برهم صالح تخلى عن الجنسية الثانية التي يحملها التزاما بالدستور العراقي الذي يمنع ازدواجية الجنسية لمن يتقلد منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا في البلاد. وأعلن لقمان الفيلي المتحدث باسم الرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن جنسيته البريطانية التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي. وتنص المادة 18 من الدستور العراقي على أنه يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون. وكان صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للرئاسة العراقية، وقد شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين، وهو من مواليد السليمانية عام 1960. نظمت الشركة الأمريكية فيتامين ويتر ما جاء في صحيفة البيان مسابقة غريبة من نوعها، إذ يفوز من ينجح في الابتعاد عن هاتفه الذكي لمدة سنة كاملة بمكافأة مادية ضخمة، حيث تدفع الشركة $100,000 للشخص الذي يستطيع النجاح في هذا التحدي الذي يجده معظم الناس صعبا. وقالت الشركة في إعلان أثار استغراب الكثيرين أن على المشترك إعلان رغبته بالمشاركة بنشر منشور على موقع تويتر أو إنستغرام باستخدام واسم بدون هاتف لسنة كاملة ورمز المسابقة، ويجب ذكر نوع الفعاليات التي من الممكن فعلها دون استخدام الهواتف الذكية. وستقوم الشركة باختيار المتسابقين يوم 22 من يناير، وستوفر لهم هاتفا بدائي يعود لفترة التسعينات ليستخدموه من أجل إجراء المكالمات الهاتفية فقط. وستخبر الشركة المشتركين بإجبارهم على الإجابة على عدة أسئلة باستخدام جهاز كشف الكذب. وستقدم الشركة مبلغ $10,000 للشخص الذي يستطيع الصمود نصف سنة فقط من دون استخدام هاتفه الذكي. كما قالت الشركة أن المشتركين يستطيعون استخدام جهاز الكمبيوتر، ولكن يمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية أو الألواح الإلكترونية. الصور العسكرية ذات الطابع السياسي بالإضافة لصور أخرى متنوعة نشرتها صحيفة تيلي تيليغراف، ونحن ننقلها لكم أو ننقل بعضها
في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. وبهذه الصورة الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.